هنا دماء لا مبرر لها، شبه حياة وشبه أنقاض، ومن صراخ الشهود تشتعل أسئلة الألم والقهر. هل الضحايا متساوون؟ هل الدم اليمني واحد؟ هل القتل واحد؟ مصنع العاقل للمواد الغذائية في العاصمة صنعاء كان هدفا سهلا لغارات التحالف صباح اليوم. هذا القصف الأعمى لم يفرق بين أهداف عسكرية أو مدنية، فأسفر عن استشهاد أكثر من 10 مدنيين يعملون في المصنع. الجثث في كل مكان، تتلاحق الأصوات المخنوقة وتتحدث عن 10 جثث متفحمة انتشلت من تحت الأنقاض. غير العدل المفقودين ما لقيناهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ليس هذا الخطأ الأول ولن يكون الأخير في سياق الحرب المجنونة، فقد سبقت هذه المجزرة مجزرة مماثلة للتحالف بمديرية نهثير في صنعاء، حيث استهدفت الغارات سوقا شعبية بقرية عذر أسفرت عن مقتل أكثر من 10 مدني. لم تترك الصور مأساة في عمر الحرب اليمنية إلا ووثقتها، فارتفاع منسوب الدماء المراقة على هذه الأرض لم يصل بعد إلى عتبة الألم بمقياس إنسانية الحرب التي تستوجب الصراخ لوقف هذا الجنون.